وينضم إلينا الآن من مكة المكرمة مراسلنا علي الشريف. علي، أهلا بك، نتابع معك الاستعدادات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام. نعم داليا، بالفعل بدأت وفود أو طلائع حجاج بيت الله الحرام بالوصول صباح هذا اليوم. تم وضع خطة أمنية عبر 4 مراكز، تم تفويجهم إلى المسجد الحرام عبر مجموعة من المرشدين والقائدين القائدي الحج من وزارة الحج. بدأ أيضا المسجد الحرام باستقبالهم عبر 25 مسار تم تخصيصها في صحن المطاف وعلى أدواره الثلاث، وبدأت وفود الحجاج بالوصول إلى المسجد الحرام وتأديتهم لطواف القدوم. هناك كل 3 ساعات يتم استقبال مجموعة من الحجاج، تتراوح أعدادهم في كل 3 ساعات 5000 حاج يتم استقبالهم من للمسجد الحرام. بعد ذلك يتم تفويجهم إلى المنطقة المركزية تمهيدا لنقلهم إلى مشعر منى ومكوثهم خلال اليوم 8 داخل مشعر منى. بعد ذلك يتم نقلهم إلى مشعر عرفات مع بدء يوم صبيحة اليوم 9 مع اليوم الحج الأعظم وهو يوم 9. أيضا الجهات الأمنية اليوم وضعت الخطط المرورية التي تسهل حركتهم وانتقالهم من مراكز استقبالهم إلى داخل إلى ساحة الحرم. أيضا هناك سيارات الشرطة تتابع باستمرار عملية التفويج. أيضا النقاط الأمنية قد سهلت وأغلقت بعض المنافذ المؤدية إلى الحرام لسهولة نقل الحجاج وأيضا توجيه الساكنين في مكة المكرمة عبر عدة خيارات فرعية تم تخصيصها خلال الأيام الماضية. العملية حتى هذه الساعة تتم بشكل منظم وبشكل متسق مع وهناك تناغم كبير بين كافة الجهات المشاركة التي تعمل على تنظيم الحج. نعم داليا. نعم، شكرا لك مراسلنا علي الشريف، كان معنا من مكة المكرمة.